ده ورق القضية اللي خدناه من المحامي، ورق عادي هيفيدنا بإيه؟ الورق مطبوع، لو كان مكتوب بخط الإيد كنا ممكن نوصل للي كتبه. رامي، أنت تقدر تحدد أي موديل برينتر هو اللي طبع الورق مش كده؟ المفروض إن كل نوع له طريقة معينة في وضوح وتوزيع الحبر، والنوع ده من البرينترز موجود في الأماكن دي. النتائج كتيرة جدا، برضو ما وصلناش لحاجة. نوع الورق ده مين بيستخدمه من الناس اللي عندهم البرينتر الموجود على الخريطة؟ من واقع حركة بيع الورق المتسجلة على مواقع التسوق، عندنا 20 مكان بيستخدموا البرينترز المذكورة، بيستخدموا برضو نفس نوع الورق ده. 20 مكان في حتت بعيدة عن بعضها، محتاجين طريقة نقلل بيها مجال البحث. المحامي قال إن في حد جاب الظرف وسلمه المكتبه بالإيد. صح يا فرحة، كده ممكن نضيق مجال البحث لو دورنا على أثر الدي إن إيه على الظرف. مش هتلاقي حاجة. بالظبط، ده الأثر اللي سابته إيد المحامي وإيد نور لما شال الورق، لأن اللي شال الورق أكيد كان لابس جلوفز، وأكيد ظهر على كاميرات المراقبة في مدخل مكتب المحامي. فكرة هايلة. رامي، تقدر تجيب لنا صور الناس اللي دخلت مكتب المحامي في اليوم اللي استلم فيه ورق القضية؟ جاري تفريغ كاميرات المراقبة، دول الناس اللي دخلوا المكتب يومها. في 6 منهم مش معاهم شنط ومفيش وسيلة يخبوا الورق. اتبقى معانا 9 مشتبه فيهم، وكل واحد منهم معاه شنطة ينفع يشيل فيها ورق القضية. دي مواقع الأماكن اللي بتستعمل نوع البرينتر ونوع الورق. ايه في الأماكن دي ظهر فيه حد من 9 أشخاص اللي دخلوا مكتب المحامي؟ ثواني أراجع كاميرات المراقبة في 20 موقع. تقريباً وصلنا النتيجة، لقينا الجاني ولقينا مكان نكمل منه تحرياتنا. رامي، عندي تأكيد بصر، المشتبه فيه قدام، تعال حالاً على موقعي. أنا دلوقتي طاير فوق المشتبه فيه، فاهم جداً كل اللي بتقوله. أنا بس هعمل هاك على موبايله وأشوف لو له علاقة بلعبة المطاط. اسمه صبري، مش مسجل إنه شغال في مكان معين. جاري تحليل بيانات الاتصال، للأسف موبايله مش عليه رسائل ولا جهات اتصال مشبوهة. إيه العمل يا نور؟ زي ما توقعنا، الناس دي مش سايبة أي أثر وراها عشان مفيش حد يقدر يتتبعهم، زي ما عملوا في ورق القضية. يعني هنسيبه يمشي؟ يا جماعة، أنا براقب الشركة اللي التحريات وصلتنا ليها، الشركة اللي فيها البرينتر اللي طبع ورق القضية. خمنوا مين داخل؟ المشتبه فيه اللي اسمه صبري. تعالوا حالا، احنا قربنا نحل اللغز. انا على مدخل الشركة، الدخول بيتم عن طريق كارت ممغنط، لكن اقدر اخدع القفل وادخل كأني واحد من اللي بيترددوا على المكان. في دخيل، عملت له مسح ولقيت معاه تكنولوجيا متطورة سابقة عصرنا. إلى كل رجال المطاط، خدوا حذركم منه لغاية لما نشوف ناوي على إيه. تقريبا مفيش حد في المكان، بس رصدت أجهزة كمبيوتر عملاقة عليها بيانات كتير. الدخيل متواصل مع جهة خارجية مجهولة، إيه التعليمات؟ سيبهولي، أنا هتعامل معاه. خلي بالك، ممكن يفضح سرنا. عاوز التشوش على مبتدئ الرسالة اللي بيستخدمها، مش عاوز أي مخلوق بره يعرف يتواصل معاه. تمام، جاري التنفيذ. أنا وصلت للكمبيوتر الرئيسي، كمبيوتر عملاق، إمكانياته مهولة. أنتوا سامعيني كويس؟ نور، فرحة، زهرة، حد يرد عليا. رامي، يا رامي، الصوت بعيد، تقريبا حد متعمد يشوش على إرسالنا. فرحة، ممكن تستخدمي قوة التحريك عن بعد وتفتحي الباب ده؟ خليكم هنا، محدش يدخل ورايا. تعمل ايه هنا؟ انت مين؟ انا رجل المطاط،
معقول ما لعبتش لعبتنا الشهيرة؟ ازاي بقيت مجسم كده؟ انت مش شخصية خيالية جوه لعبة؟ التكنولوجيا ملهاش حدود. طيب خلينا نتكلم بهدوء، في تجاوزات بتحصل ولازم نوقفها. مش انت اللي تحدد، لان عالم المطاط لازم ينتشر ويسيطر. ما سبتليش حل تاني. شعاع الليزر، ما كنتش اتخيل المهمة هتكون سهلة كده. ما انصحكش بالحركة وإلا هنتعامل بالصاعق الايوني. ايه ده؟ انتوا جيتوا منين؟ احنا ما بننتهيش، حاليا بنخرج لارض الواقع باعداد قليلة، وقريب هنكون ملايين، واحنا اللي هنحكم العالم كله. ما ظنش، حتى لو اتغلبتوا عليا فانا معايا دعم كبير. بالبحث الحراري عايز اوصل لمكان رامي، هو اكيد مش بعيد. اخر الكوريدور، اتمنى اقدر اوصل له من غير ما حد يحس بينا. ايه ده؟ في اكتر من حد في المكان، بس الاثر الحراري بتاعهم مختلف عن رامي، وكانهم مش بشر. ممكن يكونوا ايه؟ اهلا وسهلا، شرفتنا. تعالى لما نحبسك مع زميلك جوه، على الاقل هيكون في شهود على بزوغ عصر المطاط. تابعونا في الحلقة الجاية، هنقطع الانترنت عن الارض ونسيطر على كل الجيوش. هل ممكن ابطالنا يتغلبوا على المشكلة دي؟